اختلفت الرؤى وتباعدت وجهات النظر في الاحتفال بعيد الحب، إلا أن الجزائري يحاول تكييف هذا النوع من الأعياد مع ما يتناسب وأفكاره وليس معتقداته. دي 14 فبراير احنا نخدمها كل عام هكا. الحمد لله كاين إقبال، وشنو ناقص على العام اللي فات؟ ماشي كيما العام اللي فات. ويبقى لمن أراد الاحتفال بهذه المناسبة بصمته في إحياء الأعياد الدخيلة عن مجتمعنا، إذ يحاول الشباب جعل هذا اليوم لإحياء الحب والمودة بينهم وتوطيد علاقاتهم بأحبتهم زوجاتهم وأهاليهم. هاد الوردة الزوجة تاعي نحبها، صافي 18 عام زواج، ربي يدومها إن شاء الله. وحدة نمدها أنا ليما، وحدة نمدها لبابا يمشي يمدها لها. فبين الورود تتيه الأبصار، وبين الهدايا تتضارب الأفكار، ولكن تبقى المحبة هي التي تختار. ماشي قال غالي غالي، ماشي رخاص رخاص، دوكا بين جونفي فيفري ومارس غالية شي الوردة، يعرفوا. تقدر تفرح مرتك بعشر آلاف، تقدر تفرح صاحبتك بعشر آلاف، تقدر تفرح خطيبة تاعك بعشر آلاف، كيما تقدر تفرحها حتى 4-5 ملايين، انت واش تخير. ولا تكتمل السعادة والحب إلا بوجود الشوكولاتة في هذه المناسبة، فبحجم الحب يزداد عليها الطلب.